أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ما يحصل من بعض الكتاب في الصحف من تطاول على الدين وتجرؤ على العلماء داخل في الذين لم يرد عليهم الإمام محمد بن سيرين؟ وهل الأولى الرد عليهم أم تركهم؟ أنا بيّنت هذا وقلت الذي عنده مقدرة وعنده حكمة في الرد يرد، أما اللي ما عنده حكمة، ما عنده حكمة ولا عنده مقدرة على الرد، فهذا يسكت لأنه لا يستوفي الرد على وجهه. وأيضاً الذي عنده حكمة وعنده علم إذا رأى أن الرد مناسب رد، وإن رأى أن الرد لا يناسب في وقت من الأوقات لا يرد. هذا يرجع إلى حذق أهل العلم ومعرفتهم بالأمور والملابسات، فقد يكون الكاتب يريد الإثارة، يريد الإثارة، هذا لا يرد عليه، يترك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.